بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا القميص في المنام النبوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. أخرجه البخاري. ويستفاد من هذا الحديث أن أهل الدين يتفضلون في الدين بالقلة والكثرة وبالقوة والضعف، وأن مشروعية تعبير الرؤية وسؤال العالم بها عن تعبيرها ولو كان هو الرأي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.